دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة التي إن نظرت إليها برافو عليك مش عايزين عيش وإن أمرها والله أنا أراهن إن دي أول حاجة بتتنسى عند الستات مش بعد الجواز قبل الجواز كمان وإن أمرها إيه؟ طاعته أطاعته؟ أبشر أطاعته ولا أطاعته؟ أطاعته أبشر برضه وإن غبت عنها برافو عليك حفظته في مليه وفي عرضه وإن أقسم عليها برافو عليك أنت مذاكرة هاي يا رب قولي لي يا رانا أنت موافقة على الجواز؟ ولا بابا صاحبك مش عارف قال لي تعالي اتجوزي موافقة تمام جوزك اسمه ايه؟ محمود وبنين عليه نقول له يا ايه؟ يا حمودة ايه العم يا حمودة؟ محمود ايه ده يا محمود؟ طب يا حبيبي استناني بره قولي له بقى عايز اتجوزك يا